بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب مكبس مطلعينه لعميل مكبس 150 كيلو على موتور 5.5 حصان، 4 كيلو 5.5 حصان، والموتور ده حجمه كبير، يعني موتور مش بنقول عليه موتور 5 حصان وهو موتور 3 حصان والبلت مكتوب عليها 5 حصان، لا موتور كبير. فده مكبس طالع للعميل عليه موتور 5.5 حصان 4 كيلو، 4 كيلو. المكبس نفسه بيخرج 150 كيلو في الساعة، 150 كيلو في الساعة. طبعا انا بصوروك الفيديو بالعربية اللي العميل جاي ياخد المكبس، طبعا هجمعناه له، وطبعا عملنا تعديل هنا، زودنا حتة هنا ورفعنا العلبة شوية من هنا عشان طبعا الموتور حجمه ايه؟ حجمه كبير. شركة عرب جروب.